ازاي ما خدتش بالي من المكان ده قبل كده؟ ده كشك ولا كوخ ولا صندوق ولا ايه ده بالظبط؟ بس تعرفي يا رشيدة، ممكن يكون احسن مكان استخبى فيه من حسونة وهمام. ماشي، وطي صوتك، لو سمعوكي هيعرفوا مكاننا. ده هنخش جواه ازاي ده؟ كويس، تعالي يا رشيدة. ميلي. ياه، ده مليان حاجات كتير. ميلي. احنا نقعد على جنب بدل ما نكسر حاجة من الحاجات اللي احنا مش شايفينها دي ولا عارفين هي ايه اصلا. ميلي. ده احسن مكان استخبيت فيه من يوم ما لعبت استغماية. تفتكري بقى ان فارس عرف يلاقي مكان صعب يستخبى فيه؟ اكيد لا. طبعا لقيت مكان صعب. خدتني يا فارس، مش تقول انك هنا؟ انت فاكر ان انت بس اللي بتعرف تستخبى؟ انت فين؟ مش شايفك. انا هنا هو، افتكرتك في الاول حسونة ولا همام، قلت ما طلعش صوت خالص علشان ما يعرفوش اني هنا. طب اطفي النور ده ووطي صوتك. مادام انا وانت فكرنا نستخبى في نفس المكان، يبقى اكيد هم هيفكروا ان احنا مستخبيين فيه. مستخبيين جوه الصندوق ده؟ اكيد هم هيفكروا في المكان ده لانه غريب، وبعد ما يفكروا فيه هيفكروا اننا كمان ممكن نفكر فيه لانه غريب، فما يفكروش يستخبوا فيه ويفكروا يستخبوا في مكان تاني عشان هم متأكدين ان احنا هنفكر انهم مستخبيين جواه. فهمت حاجة؟ يا نفوخي، ما فهمتش ومش عايز افهم. انت عملت انا عايز اجابة، ندور هنا ولا لا؟ وليه لا، يمكن يكونوا هنا. يلا بينا.